اهلا وسهلا، حياكم الله في بداية الفيديو. هذا الرجل صديقي وحبيبي صدام، اليوم من زمان هو يقول انا بسوي تغطية بسوي تغطية، طلعني طلعني. فاليوم اول مرة اسوي تغطية معه، هو اللي بيستلم الموضوع كامل. طبعا دائما نتكلم عن البرجر، ما البرجر كل ما ذاق اقول لا ما عجبني لا برجر ولا بيتزا، ما عجبتني الاكلات ذي، لي الا في الفول والنواشف والشغل النظيف. فقلت له اليوم بروح اجيب لك فطور امريكي وتجربه ان شاء الله بيعجبك. كان تحدي بينه وبينه، وقلت له انت تسوي التغطية اليوم، فقال تمام انا بسوي التغطية. فخلوكم مع الرجال الطيب، تغطية صدام اليوم مو بتغطية نايف، انا بس طلعت معكم شوي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا، حياكم الله، كيف الحال؟ عساكم بخير، عرفت فرم معكم. اليوم التجربة غير مرة كويسة بتصير، انا مو بانا الاساس اللي في الموضوع، في شخص ثاني بتشوفونه الحين. خلونا نروح ونقول بسم الله. ابشركم حلينا مشكله صوت المكيف، صوت السير ذاك الحين تسمعونه خلصنا منها، بس في مشكله في المكيف خرب، بسحب على امه لين تجي يجي الصيف، حول الصيف حوله هنا ابدا اعبي فريون. والله رحت صناعيه غثا يا اخي، راح الويكند اللي راح كله صناعيه، خلاص نسحب على امه لين بعدين. يلا خلونا نروح نشوف الزين. بسم الله ان شاء الله ما انتك. يلا يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ساعتين تذهب. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي الله حي الله. رايح نجيب لنا فطور ان شاء الله لاول مره نجربه، نسوي لا اقول اليوم بنسوي تجربه جديده، الفطور امريكي. فطور امريكي. يلا توكل على الله ونقول بسم الله. بنروح اي هوب وناخذ اكلنا وبعدين نجي هنا يعطيكم التقييم السريع. حي الله الشيخ صدام. وصلنا الحين برا المطعم. بسم الله نتوكل على الله. صدام ولا صدام؟ صدام صدام بالتال مش بالطاء. انا عشان ولد خالي اسمه سطام بالسين. على العموم تدرون اللي يعرف الرجال يعني غير انها مغسلتنا، الرجال بيننا اخوه غيرها من زمان، لنا 4 سنين نعرف بعض. ماشي عشان المغسل ولا شيء، فالمغسل هذا شيء ثاني يعني، ما شيء ثانوي ما له دخل. اليوم سوي تغطية، انت قد شفت فيديوهاتي صح ولا لا؟ اي شايف اواصل. طيب حلو، عرفت الطريقه اللي اسوي فيها تغطية القناه؟ ايه. وش العاده وش اسوي؟ فيديوهات. ايه الفيديو عن ايش؟ عن الاكل. واليوم فيديو عن الاكل، نبغاك انت تصير اللي تقيم بدالي ان شاء الله. ايه بتشوف المطعم تقول لهم هذا المطعم زين وما ادري ايش ان شاء الله، ما عاد اجيش يعني افضل منك لا تقيه. ما عليك تعرف الموضوع. الحين وصلنا مطعم اي هوب، هذا هو. صدام تفضلوا، اهلا وسهلا. الانطباع الاولي نبغى ندخل جوا وتعطينا ايش رايك عن الديكار وذا. افتح الباب وادخل، انا وراك، انا مصور حقك انت مشهور. ما شاء الله نظيف ومرتب. ايوه وكل شيء تمام ان شاء الله. طلب ياخذ منه 20 دقيقة، فقرر استاذ صدام انه يكون محنك سياسي، لازم الواحد يطالع وينور فكرة. ايوه ولا يبقى جاهل. من يحكم؟ ماني احكم العالم. العالم. طيب كلمة للناس اللي ما تقل. والله محرومي. خلاص صورنا، رجع رجع خلاص. Thank you. الله الله الله. بسم الله توكلنا على الله. يلا. توجهنا على المغسلة. توجه على المغسلة إن شاء الله. يلا بسم الله. يلا إن شاء الله. هذه عيشة الأمريكان. لا تفضل تفضل، فطور معانا. فطور أمريكي تفضل. هذه صلصة تكبها عليه. يعني تكبها عليه أنك تغطس فيها. السبوق ما أخذ التمر. يا سلام، وفي عندك الزبدة. سلام. يا خالي. طيب أنت تصلح تصور ولا ما تبي تصور؟ منو؟ أنت. إلا أصور ليش؟ طيب اسمك؟ اسمي أنا خالد. خالد. خالد، نبغى تعطينا رايك عن اكل الامريكان كيف؟ لا ما شاء الله اكل كويس. طيب جاهز لك؟ يا
اي نعم كويس. ويا العافية. الله يعافيك. طيب هذا اللي تاكله اسمه يسمونه بانكيك. بانكيك؟ ايه. انا والله اول مرة اكل منه صراحة. ذقته؟ والله اذوقه الحين. يلا عطنا تقييمك. هذا حلو والله. حلو ولا شوف وجهك تقلب. اي والله حلو هذا. هذا النوعيه الاولى. النوعيه الاولى ها. هذا البانكيك. هذا وش ذا المقفل؟ طعمه زي البسكوت. ليش هو كيك؟ يعتبر زي الكيك. الامريكان فطورهم هذا البانكيك، عباره عن كيك يحطونه على الطاوه. خليل يلا 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 تعالوا تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هو زي العسل، حلاته زي العسل، بس يسمونه القيقب. والله افضل من الفاصوليا. يسمونها القيقب. افضل من الفاصوليا. الفاصوليا. لا خليته لي الفاصوليا. بعقلك. بالعافيه بالعافيه. هذا حق. نشوف ذا وشو. بسم الله. ما شاء الله طيب. هذا تقول خالد؟ يقول فطوره هاليوم زي فطور ترامب. هاليوم فطوره انا زي فطور ترامب. خلاص الحين جربنا البانكيك. ذقتوا البانكيك؟ ايه. في اللي عندكم هذا سندويش الكلب الظاهر. انتم لا تمدوا شيديكم عشان لا يطلعوا بالكاميرا، خلوا بغداي. الحين سطام. الحين ذي وشي؟ سمبوسه. هذا لا خبز توست عادي ذا. مع الفروله، كل مع الفروله. في هنا المربى. مربى. والله حلو افضل من الفول. افضل من الفول؟ ايه افا. وين الفول ذا؟ لا فول، لا فول. اكل العرب. لا فول بعد اليوم. طيب عندك هذا الحين باقي هذا نجربته، بالرغم انا ما احب الشجر. لكن ما تحب الشجر؟ نطير الشجر. خس خس هذا ما احبه. بسم الله فنان. الله الله الله. لا فنان بالفطرة والله مثلي. نفس حركاتي. بس قول له ترامب يدلنا 2000 دولار بس. خلاص جيك. ما تاكل كذا، هذه خش في النص محشية. هو طعنها طعن. تفضل ملعقه. حسيت باللي فيها وش؟ نعم. فيها سلطه. وشكلك ما لحق، ما جاك اللحم. هذا بيض الليش. ايوه بيض. اي بس فيه جبن. للمعلوميه صدام ما يحب الجبن. شوف وجهه. بالله في بني ادم ما يحب الجبن؟ الا صدام. من وانا صغير ما احبه ابدا الجبن والبصل. ليش؟ عاد هذا فيه جبن وبصل. ابعد عنه. ده هذا جبن وبصل. لو في باكستان يصطبح معنا لكنت تصور 24 ساعة. يفهم كلها. جرب اللحم هذا. هذا اللحم حقهم. ظهر اقرب ما له ايش يسمونه؟ هذا اللحم اللي تلقاه في البقالة. المعلب. بحط صورته لكم هنا. الحين الدباخين هناك امريكيين الا لا؟ يجيك فلبيني بس مدربين الامريكان من المطعم الاصلي لهم. والله جانا اليوم نايف الصباح قال نصور بداله احنا نجيب له الاكل هذا. احنا والله عاد احنا اول مره خايفين يعني محرجين هكذا. بنحرج لاول مره اصور. فوش رايكم في تقييم لا دقيقه دقيقه كلمني انا كلمني انا لا تكلم عليكم الكاميرا. الحين اليوم انت ايش سويت؟ والله اليوم قيم يعني تصورنا بدالك. اها يعني خلاص انا جيتكم اليوم خليتكم انتم اللي تقيمون. ايوه خلاص انا انا في الفيديو هذا اعتبر ضيف. اهلا وسهلا. وانتم ماسكين القناة. نعم. اليوم ايوه ف والله عاد احنا مربوكين شويه اول مره نصور. الكاميرا تخوف ها؟ اي والله ترى بدون الكاميرا والله لسانها طلق ما يوقف. بس في توتر خفيف الحين. اي والله اول مره نصور احنا ما احنا شوالفين. ف وش رايكم في تصويرنا يعني نقيم مقطع ثاني او كيف؟ انت وش رايك؟ ودك تسوي مقاطع جايه؟ لا والله كله على المشاهدين. انجاز لهم كملنا. أيوة. ان شاء الله. ها وش رايكم؟ سوي سلسله نايف وصدام سوون تغطيات جديده يعني من باب التنويع شوي. من باب التغيير اليوم انا ما ابي اسوي التغطيه انا، خلينا نجيب ناس جدد ولقيت افضل ناس ممكن يسوون التغطيه. لعلهم شوي حس بربشة يعني كان متحمس بس حس أول مرة نصور ما نعرف شحنا تصوير. إيه ما عليه تتعلم حبة حبة إن شاء الله. بس إنه يعني الحين أنتم أعطونا تقييمكم وش رأيكم بالفيديو؟ جزا لكم الضيوف ولا لا؟ يعني خليهم يستلمون الوضع وخلاص. يعني كل فترة وفترة تصير فيه تغطية حقة المغسلة مخصوص. شو رأيكم؟ مو بردين علينا يعني تحتريهم أنت.
يلا قل لهم لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا الاشتراك ولا اعجاب في القناة، سبسكرايب شير، قلها سبسكرايب سبسكرايب وشير وكومنت وكومنت قل والاشتراك في القناة. كان معكم صدام، معكم صدام جابر المراني، اهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حط يدك على الكاميرا الحين.